قتل مدنيون بانفجار لغم زرعته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في مناطق سكنية بمحافظة الحديدة. وقال المكتب حقوق الإنسان بالحديدة في بيان إن مواطن وزوجته قتلا بانفجار لغم من مخلفات الميليشيا الحوثية في مديرية الدريهمي جنوب المحافظة. وأضاف البيان إن اللغم انفجر بدراجة نارية كان يستقلها الزوجان بينما كان في طريقهما إلى منزلهما بمنطقة الزعفران.